إذا انطلق بحفظ من الله ورعايته عاشر أشواطنا الصباحية لهذا اليوم المقرر لها 23 شوطا في هذا السباق، سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الكبار. انطلق مباشرة مع المقدمة ومع الصدارة هناك لأرى اللي في الصدارة، هذا شاهين لصقر بن حمد بن صقر المريخي، وهذا الشوط شوط القعادين، وفي ثاني المراكز أرى التسلل هناك من جانب مشكور لمحمد بن راشد آل خديعة، غير إلى أول المراكز ابن خديعة، إذن في أول المراكز، وفي ثالث المراكز هناك من الجانب اللي من الجانب الأيمن هناك محجوب رغم عنه، ولكن 20 اللي هناك عفوا صوغان هزاع بن عبد الهادي بن نايفة، واللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات او ثالث المراكز عفوا هذا العابر لسعيد بن زايد الخيارين مع العابر، ولكن تغيير هناك من جانب الذيب لمحمد بن حمد الصعاق في ثالث المراكز، وفي رابع المراكز اللي في رابع المراكز كابل لسالم بن حمد بن هدفة مع كابل في ثالث المراكز، غير إلى ثالث المراكز كابل في هذه اللحظات، وفي خامس المراكز الوصول هناك والاندفاع من جانب الفاتن، فتن الفاتن في هذه اللحظات لراشد بن حمد المنخس، الفاتن إذن في خامس المراكز، وسادس مراكزنا هذا العابر عفوا لكمال الضي موسى السوداني في سادس المراكز، وبه نختتم الإذاعة. لأعود إذن بكم أيها الحضور الكريم مشاهدين الأعزاء مستمعين عبر الأثير إلى أول المراكز، أول مراكزنا هناك التغيير والذي حصل مع مشكور محمد بن راشد آل خديعة، مع مشكور إذن في الصدارة في المقدمة، ومشكور يا مشكور على هذا الأداء الجميل. أما ثاني مراكزنا هناك هذا صوغان لهزاع بن عبد الهادي بن نايفة مع صوغان في ثاني المراكز، وحذاري من صوغان. وما ثالث المراكز هناك أرى الوصول والاندفاع من كابل لسالم بن حمد بن هدفة مع كابل، وفي رابع المراكز الواصل هناك هذا الذيب لمحمد بن حمد الصعاق مع الذيب، وفي خامس المراكز العابر كمال الضي موسى مع العابر، بدأ يعبر رويدا بحثا عن الفوز، بحثا عن نقطة هذا الشوط. أما سادس مراكزنا أرى الاندفاع هنا والوصول من جانب العابر لسعيد بن زايد الخيارين. أعود بكم أيها الجمع الكريم بعدما تجاوزنا الكيلو متر الأخير هناك مع المقدمة، وهناك مشكور لمحمد بن راشد آل خديعة مع مشكور. الله يا مشكور، بعد مشكور، راح مشكور، اصدرت عليه التعليمات، طار مشكور، وكما أقول دائما يا أرض احفظي ما عليك، هذا مشكور. إذن مشكور ومشكور على الأداء، ومشكور يا راعي، مشكور محمد بن راشد آل خديعة، ومشكور يا اللي تساير مشكور، ومشكور يا مضمر مشكور، ومشكورين يا جماهير مشكور. أما ثاني المراكز الواصل هذا صوغان لهزاع بن عبد الهادي بن نايفة مع صوغان، ولكن أعود مع مشكور. الله 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 الله، ما ما شاء الله تبارك الرحمن، مشكور طار مشكور، بعد المسافة راح عن بقية المشاركين. مشكور إذن يرقص في المقدمة وحيدا حبا وطربا للفوز، حبا للناموس. الله يا مشكور، ولكن حذاري من صوغان لهزاع بن عبد الهادي بن نايفة، واللي قادم أيضا في هذه اللحظات، ما دعناه إلا في هذه اللحظات، هذا شاهين شهوان بن مسفر الشهواني، حذاري من الشهواني إذن في ثاني المراكز، ولكن ما عليه خوف مشكور، خلصها مشكور. الله 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 الله، تهانينا إذن والناموس لمالك مشكور على هذا الأداء الجميل. مشكور إذن لمحمد بن راشد آل خديعة، وفي ثاني المراكز اللي ما قصر شاهين شهوان بن مسفر الشهواني، وفي ثالث المراكز ايضا اللي ما قصر صوغان هزاع بن عبد الهادي بن نايفة. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 45 ثانية، 60 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. كما لا انسى ان اقول ان مشكور اخذ نقطة هذا الشوط، انتزعها بدون اي تعليمات، رقص تلقائي واداء تلقائي. تهانينا اذا والناموس للجميع.